كما تعرفوا معنا التعداد هذا وقع الانطلاق فيه منذ سنة 2011 معنا بأعداد الميزانية وأعداد متطلبات العملية هذه ككل. وفي 2013 معناها سبتمبر 2013 وقع الانطلاق في العملية تسمى المرحلة التمهيدية اللي يقع فيها معناها تقسيم التراب التونسي المناطق عد رقعة جغرافية صغيرة لتضم كل واحدة فيها معدل 70 أسرة تقريبا اللي باش يقع من خلالها معناها تكوين قاعدة العينات للمسوح خلال العشر سنوات القادمة، وزاد اللي باش يقع اعتمادها في تقسيم معناها المناطق هذه بين الاعوان خلال عمليه العد اللي انطلقت في 23 افريل 2014 وامتدت على معناها مده 3 اسابيع، وقال وقع فيها مع الاتصال بجميع الاسر الموجودين في التراب التونسي المقيمين في التراب التونسي، وقع تعمير استماره معناها لديهم ضم 13 محور الاستماره هذه فيها الخصائص الديموغرافيه. بالنسبة للتكاليف معناها تقريبا 35 مليون دينار تكلفة تعديل العام سكان السكنة لسنة 2014. النتائج الرسمية اللي وقع تقديمها الآن هذه رسمية معناها عدد السكان والمساكن والأسر على مستوى الوحدات الإدارية اللي هم الولايات والمعتمديات والعمادات والبلديات وكذلك حسب الوسط، الوسط معناها الريفي والوسط معناها الحضر. ما حكيناش هنا على الليبيين، معناها هذا سؤال تطرح برا الليبيين نجم نعرفهم كان من خلال المتغير اللي موجود بالاستمارة اللي هو الجنسية واللي بصد الاستغلال ونتائجه باش تعرض في آخر سنة 2014.